اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ نجد مسلم، اخبارك ايه؟ كله تمام. ايضا محمد جمال، ازيك يا حبيبي يا كابتن؟ مبسوط ان انا موجود معاك انت يا كريم. ربنا يخليك. خليني ابدا معاكم. هنتكلم النهارده في حاجتين او ثلاث اربع حاجات. اولا خلينا نتكلم عن، وانا الحقيقه ما رضيتش افتح الموضوع ده في الانترو، عن موضوع كابتن ابراهيم نور الدين. لان هناك البعض يرى ان ركله الجزاء اللي حصلت امبارح هي ركله جزاء صحيحه. وهناك نعم، بعض دول جماهير ولا حكام؟ لا، بعض التوانسه اللي بيشجعوا الترجي. ممكن كده تعدي كده مفهوم كده تعدي مفهوم كده ماشي. طيب، وهناك البعض الاخر لا يرى انها ركله جزاء. شايفها ازاي يا كريم؟ خلينا طبعا احنا يعني بنتكلم على كوره كلنا شفناها، وللاسف للاسف الكوره حتى ما فيهاش جدل، عشان بس نبقى واضحين ان الكوره دي عرقله وليست مسك. لان بعض الناس بتقول لي يا كريم لا، ما اصل العرقله استمرت لداخل منطقه الجزاء. مفيش حاجه اسمها عرقله بتستمر داخل منطقه الجزاء. الشد ده العرقله منين؟ مفيش، ما فهمش يعني. انا دلوقتي هشنكل واحد، هقعد اشنكله خمس ثواني ازاي يعني؟ طبعًا. هي لقطه خلاص، انا عرقلته بيقع، انتهى الموضوع. الجذب والشد هو اللي فيه استمراريه، هو ده. لا هي واضح ان العرقله بره لكن واعي جوه. لا لا، اقصد هي عرقله مش شد. هو مش مشدود، لان الشد والمسك ممكن صح. هو القانون قال لو الشد والجذب استمر لداخل منطقه الجزاء يبقى ركله الجزاء، حتى لو ايفن الشد ده بدا من خارج منطقه الجزاء. اوكي، انما العرقله هي بره، وبره ايه؟ ده بره بمسافه واضحه. أوكي. الفكره كابتن اسلام، ان احنا بنتكلم على الامر ده بقالنا فتره، ان احنا سمعه التحكيم المصري خارج مصر بقى في مشكله. صحيح. يعني قلنا احنا في المونديال زيرو حكم ساحه، لينا حكم مساعد واحد. في افريقيا دلوقتي مشاكل، ولك ان تتخيل طبعا يعني فريق يا عم، ما المنتخب بتاعكم ما راحش، مش اتقال كده برضو؟ نعم. المنتخب بتاعكم ما راحش كاس عالم اهو. ايوه، فاشمعنى الحكام يعني؟ اشمعنى الحكام يعني؟ كان الاثنين يعني بينافسوا بعض. اهم الاقوال الماثوره للكابتن عصام عبد الفتاح. يعني انا عايز حضرتك تتخيل بجد والله، انت وجيمي، فريق بلاتو يونايتد ده جهد اللي عملوه، عشان اللي عارف الفرقه دي يا كابتن اسلام، كل التارجت بتاعها ولا ان هم يكسبوا دوري ابطال، ولا ان هم يروحوا كاس عالم انديه. ده مش تارجت خالص. كل التارجت بتاعهم ان هم يوصلوا لاقصى اقصى دور ممكن، عشان اللعيبه دي تتسوق ويبيعوا ويبداوا يكملوا ويعيشوا حياتهم بعد كده، والفريق ده يعمل عمليه تدوير الاموال ويبيع لعيبه ويجيب تاني ويعيش. الفريق النهارده بيتظلم ظلم مبين قبل يعني وصوله رسميا لدور المجموعات ب 10 دقائق. اوكي، 10 دقائق. الفريق فعلا عمل مباراه كويسه. بصراحه يعني عمل مباراه وكان ايه في ازاي بجيم مغلوب 1-0 ورجع 2-1. صحيح، المباراه دي متماسك دفاعيا لاقصى درجه. وايا كان، وخليني اصل بيك ان مثلا الترجي وصل المباراه النهائيه بسبب هذه المباراه، بسبب هذا الخطا. ده ثالث ساعه على التوالي، ثالث ساعه على التوالي في ازمه. لو ده حصل يعني، لا في ازمه يعني، في ازمه في ماتشات الترجي بالذات في الدور اللي قبل المجموعات، في ازمه يعني. قبل كده برضو فريق اعتقد كان الاهلي الاهلي بنغازي، اهلي بنغازي، كوره مش ممكن، هدف تسلل واضح جدا جدا اتحسب برضو. لا، ومين الحكم يا كابتن؟ نعم، مين الحكم؟ محمود البنا، كابتن محمود البنا. في اللي فات؟ اللي فات الطوله اللي فاتت. المره دي كابتن ابراهيم تسلل وضربه جزاء، يعني غلطتين في ماتش واحد. كابتن المره دي كابتن ابراهيم نور الدين. اوكي، هو كان فين بقى جيمي ابراهيم نور الدين في اللعبه دي؟ بعيد. كان مين؟ بعيد يعني كابتن ابراهيم نور الدين. ما هي دي بقى، هي دي بقى الحته. لا هي مش قصه في بعيد يا كابتن. القصه انت شايف انها ركله جزاء؟ لا طبعا، لا لا طبعا. الكوره متر بره، متر بره ال 18. وعجبني التناول بتاع كريم، انه فرق كبير جدا ما بين العرقله رجل في رجل، الرجل الشمال في الرجل واضحه اليمين، بقى العرقله واضحه تماما. بس لكن يعني هي عرقله مش شد. ليه؟ الشد قد يحسب استمرار المخالفه داخل منطقه الجزاء. والمثال الشهير رغم الغاء القصه بتاعه استمرار المخالفه وعودتها باللعبه بتاعه كابتن حسام حسن مثلا على سبيل المثال في كاس عالم 90، كان استمرار الشد واستمرار الجذب داخل منطقه الجزاء. دي واضحه، دي برضو صح مليون في الميه. ايه الفرق ما بين دي ودي؟ الفرق ان دي شد، استمرار المخالفه. الشد قد يستمر لبضع بضع ثواني داخل ال 18، لكن العرقله هي بتحصل لمده ثانيه. خلاص عرقله، خلاص اسمها عرقله. مكان حدوث العرقله رجل في رجل، الرجل الشمال لمدافع بلاتو يونايتد مع الرجل اليمين لمهاجم الترجي، الراجل سقط، فاول واضح وصريح. طب ليه بقى حصلت؟ وخلينا هنا برضو ما نخشش في النوايا، خلينا نقول هي المخالفه فنيه حصلت ليه؟
مش بس عشان هو بعيد، لكن زاويه الرؤيه سيئه جدا بشكل عمودي على مكان السقوط، خلى في ازمه في احتساب القرار. لا كمان غير كده برضو يا جيمي، وجهه نظري ان مثل هذه المباريات او مثل هذه القرارات بيتم اتخاذها في الدوري المصري اللي هو بالنسبه له يعتبر التمرين الرئيسيه. يعني احنا قبل اي مباراه كبيره بتعمل تمرينه رئيسيه، التمرينه الرئيسيه هي الدوري المصري بالنسبه للحكام عشان يطلع يبقى في افريقيا كويس او في كاس العالم او في امم افريقيا كويس، ما هو ده بيبقى من خلال الدوري المصري الإسلام. فدي بتتحسب في الدوري المصري ركله جزاء. الكابتن ابراهيم نور الدين هو رقم واحد في القائمه الدوليه للحكام المصريين، هي دي المشكله. احنا هنا لا بنهاجم كابتن ابراهيم ولا بنهاجم كابتن محمود البنا ولا بنهاجم الاسماء، احنا بنهاجم المستوى اللي احنا وصلنا له كحكام ادى والناس زعلانه. اسم الحكم المصري فين في افريقيا؟ سيبك من كاس العالم، سيبك من كاس العالم، اخر حكم مصري، اخر حكم مصري تواجد في الادوار النهائيه، بلاش هيقول لك اصل النادي الاهلي بيوصل فاينل كل بطوله فمش هيلعب. اخر حكم مصري وصل لادوار اقصائيه، لعب ادوار اقصائيه سيمي فاينلز كان امتى؟ اقول لك انا، دور الثمانيه سيزون اللي فات، وخطا كارثي من الكابتن امين عمر في مباراه طرفها الوداد اللي خد البطوله. النقطه اللي انت كنت بتقولها من شويه، افرض الخطا ده ادى الى صعود فريق في النهايه صعد للفاينل، ما هو ده اللي حصل. خطا واضح وصريح، مخالفه على حارس الوداد في الوقت بدل الضايع، ضد فريق، ضد ممثل الجزائر، بالبوكس، كره بالبوكس، ضربه جزاء واضحه وصريحه وطرد صحيح. الكابتن امين عمر تحت الضغوط والملعب فيه 70,000، ما احتسبش الكوره، خطا ادى الى ادى الى وصول الوداد الى المباراه النهائيه، وبالتالي حدث ما حدث طبعا في المباراه النهائيه، وتوج باللقب مبني على باطل، مبني على حق اخده مش بتاعه. اوكي، ففي هنا برضو احنا ما بنتكلمش عن على الوداد او عن الترجي او عن بنضرب امثله، بنتكلم عن زي ما انا بقول لك، انا وجهه نظري يا كريم في هذا الامر انه في النهايه ما هو هيجيب منين؟ ما هو ده التحكيم المصري كده هنا في مصر والله. ولما بنطلع نتكلم، انا اسف معاك حق في الكلمه، لما بنطلع نتكلم يا كريم، ما هي دي النقطه اللي انا عايز اوصل لها. لما بنطلع نتكلم، يمكن انت معايا بقالك سنتين، فلما بنطلع نتكلم ونقول التحكيم يا جماعه، يطلع يقول لك يا عم انتوا بتقولوا التحكيم وبتلبسوا الموضوع في التحكيم عشان بتخسروا دوري. والله ما عشان بنخسر دوري، ولا هو جزء من خساره الدوري هو التحكيم، لكن ليس جزء، يعني مش كل الشروط اللي خلتنا نخسر الدوري، لكن التحكيم المصري في ظل اللي احنا بنشوفه ده تراجع واضح، في تراجع كبير ورهيب، وهيؤثر بشكل كبير جدا على الدوري برضو السنه الجايه لو فضلنا بهذا الشكل. وجهه نظري. بص كلام حضرتك صح في حته ايه، لو تفتكر يا كابتن اسلام في التسعينات ويا جيمي كلنا بنقول جمله كده، كان في جمله مشهوره كليشيه كنا بنقوله، ايه؟ بنقول لك يا جماعه خلوا الحكام يسيبوا اللعب مستمر عشان اللعيبه لما تروح تلعب طبعا في افريقيا ما يفاجئوش بمستوى تحكيمي ما مش بيصفر على كل حاجه. صحيح. احنا في مصر في التسعينات كانت حتى جمله شهيره عند المعلقين في مصر، سيبوهم يمشوا يا جماعه مش كل حاجه اللعب. سيبوا اللعب يمشوا عادي، وخايف شويه تدخلات زي الدوري الانجليزي كده، ده احنا لما بنروح افريقيا ومع منتخب مصر والانديه الحكام ما بيصفروش. أيوه. فاللعيبه بتتضايق. احنا النهارده وصلنا ان احنا بقى للاسف سمعتنا التحكيميه سيئه. في اخطاء بتحصل، لكن اشك في التسعينات او في بدايه الالفينيات مستوانا كان يعمل الاخطاء دي. اوكي، احنا بنعمل اخطاء في افريقيا، انما الاخطاء دي، نوعيه الاخطاء دي لا. احنا بصراحه النهارده ان يتم احتساب ركله جزاء من فاول يبعد مكانه عن منطقه، عن خط ال 18 بالميت 3 ياردة، ده اقل حاجه، ده اقل حاجه واضحه، يعني اقل حاجه بالعين المجرده، ويتم استغلال ده لان عشان ما فيش فار فيلا ماشيين حاجه. لا يا جماعه، ده مش مستوانا، ولازم ناس تعرف، الحكام لازم يعرفوا حاجه ان في خبراء بره بيراقبوكوا، لان اختيار الحكام بعد كده للبطولات الكبيره الفيفا بيراقب، الناس كلها بتراقب. اقعد افتكر انتوا بتلعبوا في حته مش متشافه. لا خلاص، كل حاجه بقت متشافه وكل حاجه باينه. كابتن ديني امبارح والله يا كابتن اسلام ما في 10 دقائق، ما في 10 دقائق من اللقطه، 10 دقايق بالظبط كان الترند الثالث في مصر. ده معناه ايه؟ مصر كلها بتتفرج. صحيح. الانديه النهارده جمهور الكوره في مصر بقى واعي جدا، بيتفرج، عارف الماتش بيتذاع طبعا، لان انا عايز اشوف الترجي، عايز اشوف المنافس الجاي، وعايز اشوف المنافس الجاي سواء اهلي او زمالك. فالنهارده الموضوع، لا الموضوع النهارده مش حته
احنا بنقول ان الترجي صعب، هو اكيد مليون في الميه اكيد من حق نادي بلاتو يونايتد انه يقول نادي الترجي صعب بالظلم، اكيد ما شفنا، ما هو ده الهدف الوحيد اللي الترجي جابه. وبصراحه بكل امانه يعني الترجي ما يخوفش، يعني لو بنتكلم فنيا عشان بس الناس بيزعلوا من كلامنا، هو كده كده فول الاحوال الترجي يعني. خلينا بقى بما اننا بنتكلم عن التحكيم خلينا نكمل في التحكيم. فانا عايز اقوله بس ان احنا لازم نخلي بالنا ان احنا مع بدايه موسم لما الجمهور بيبدا يشوف خطا زي ده في مباراه حاسمه، طب يقول طب وده رقم الحكم رقم واحد في القائمه اللي احنا مقدمينها خارجيا مش داخليا، خارجيا يعني دي سمعتنا قدام الاجانب، رقم واحد بيعمل خطا زي ده، طب ما بالك بقى يا كابتن سامح احنا بالدوري باثنين وثلاثه واربعه، ما هو ده اللي انا بقوله بقى. طيب كلاتنبرج ممكن يكون رد فعله ايه؟ مليون في الميه كلاتنبرج قدامه شغل كتير، لكن يبقى في اسئله كده وجوديه. لا بالنسبه للموضوع بالكابتن ابراهيم، ما هو اصل خلي بالك انت بتتكلم على الحكم مش انا اللي بقول، هو مبعوث في القائمه الدوليه رقم واحد طبعا، وبالتالي هو الحكم رقم واحد في مصر. طيب موقف رئيس لجنه الحكام او الخبير اللي احنا جايبينه عشان يطور لجنه الحكام مع الحكم رقم واحد بغض النظر عن الاسماء سواء هنا او هنا طبعا، المفروض ان هو ياخد موقف يعمل ايه؟ تقييم، هيجي يقول والله انت عملت كذا كذا، ده اللي هيحصل ده لانه كان السؤال اللي انا كنت اقوله وبناء على هذا التقييم ايه؟ انه ممكن يتم استبعادهم اسبوع او اثنين من الدوري عشان الضغط حتى بس فقط لا غير، فقط لا غير. طب لك ان تتخيل كابتن اسلام، لا يا جيم لك ان تتخيل بجد والله احنا الدوري يوم الاربعاء التلات تخيل خد ماتش الاهلي واسماعيلي، لا بلاش اي ماتش تاني، اي ماتش تاني هو اخطا وحصل مش وحصل خطا، حضرتك متخيل الضغط يبقى الوضع يبقى عامل، تخيل بقى الاصعب ان هو لو خد مباراه اهلي واسماعيلي مباراه صعبه، مباراه اهلي او زمالك وسموحه طبعا صحيح. لا بس انا بتكلم عن الاهلي والاسماعيلي لانها مباراه يعني قمه جماهيريه، جماهيريه وقمه جماهيريه طبعا طبعا، بالتالي يعني لو خد مباراه هتديها رقم واحد، المفروض هتديها رقم يعني انا لو بفكر ادي الاهلي واسماعيلي رقم المفروض، لكن ما اظنش ان هم طبعا هيحصل كده يعني، لكن ما اعرفش يعني، لكن لان هم يا عم اللي هيقول لك اللي انتوا عارفين ولا حاجه، انا دلوقتي يبقوا بيحطوا ضغوط على ضغوط اوريدي موجوده بسبب انخفاض المستوى التحكيمي شئنا ام ابينا. لكن السؤال الاهم، هل اي قرار هاخده كلاتنبرج هيتم تنفيذه؟ ده سؤال وجودي. الله طيب خلينا نشوف، الله خلينا نشوف ايه ده، خلينا نشوف. انت عندك شك؟ فعلا ومش شك يعني ايه؟ لا ومش شك جدلي، هو شك مبني على معلومه، الراجل ما بيشتغلش بآلية كامله على مسؤوليتي، ما بيشتغلش بآلية كامله معلش فهمني، بدليل لا حلو انا بحب الحاجات دي قوي، بدليل الورك شوب او الورش اللي اتعملت للحكام، طلب محاضر لان هو جاي الراجل مشرف على لجنه التحكيم قائم على التطوير، فهو مش هيجي يشتغل كل الوظائف، فجي لما طلب انه يتعمل الورك شوب بعتوله الكابتن عصام فتاح. مين اللي بعتوله؟ انا بتكلم بجد، تعرف القصه دي؟ بعتوله الكابتن عصام فتاح والكابتن عصام قال لك انا مش جاي احارب حد ولا جاي انا جاي اشتغل راجل حاضر. ايوه والله. طيب فتيجي تقول لي الراجل بيشتغل فول باور، ده حاجه من ضمن، خلي بالك اللي حصل ايه ساعتها، اتفق عارف اللي حصل؟ طبعا. ايه؟ بعتوا للاتحاد الدولي علشان يبعت لهم محاضر. اللي حصل لما عرفوا ان الكابتن عصام جاي او لما لقى الكابتن عصام كلاتنبرج برضه تحس ان هو من المهم يعني ليه عمل ايه؟ ما خلاش ولا حكم دولي يروح، حصل خلاهم كلهم الحكام اللي هم اللي بيلعبوا في الدرجه الاولى، الدرجه الاولى حكام الدرجه الاولى. فنهايه ب وثالثه يعني، فانت هتيجي في النهايه هل الراجل واخد لابني هلعبك بس هتاخد ده معناه كويس على فكره ان هو الراجل بيعرف يلعب. لا والمعنى الثاني اللي الناحيه الثانيه ايه اللي حاصل؟ ان هناك صراع، كيف لخبير اجنبي انت جبته من بره علشان بيتقاضى اجر علشان يطور، فانت المفروض تديله كامل الصلاحيات والحمايه وكامل الحمايه انه يشتغل ويطور من اداء الحكام سواء حكام الدرجه الاولى او الحكام الدوليين، فما بالك ان الحكام الدوليين مش مساعدين. يا حبيب قلبي اذا كان الحكم يعني حضرتك بتشتغل في قناه الاهلي وما بتقبضش بقالك اربع شهور، الحكام بقالهم ست سبع ثمان شهور ما خدوش فلوس مستحقاتهم القديمه طبعا، وتخيل كابتن احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه بيدي اللي كانت بتدير الاتحاد المصري قبل الاتحاد الحالي قبل المجموعه المنتخبه الحاليه يناشد الاستاذ جمال علامه، انا بيبعتوها لي اهو على الفيسبوك انا هبص عليها اهو، بيناشد الكابتن احمد مجاهد موسم جديد يبدا وما زالت مستحقات الحكام متاخره منذ شهور بالرغم من ملايين الدولارات التي تنعش خزينة الاتحاد سواء من الاتحاد الدولي أو الأفريقي إضافة إلى ملايين رسوم القيد والتسجيل وخلافه، وهنا لن أتحدث عن أي التزامات أخرى رغم قناعاتي بأهمية الكثير منها، ولكن أطلب من الأخ الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد سرعة صرف مستحقات الحكام. بيني وبينكم عنده حق،
والله ما بهزر. يعني انت تخيل انت بتطالب الحكام، هل ده في اطار تقييد كلاتنبرج مثلا ان انت ما تديلهمش الفلوس لغايه دلوقتي؟ وبما ان حضرتك طلبت من كل الانديه في مصر ال 18 نادي مليون مش عارف 350 مليون و350 الف او مليون 150 مش فاكر الرقم بالظبط، ولكن طلبت رقم مليون 150 في ضمن اللائحه، كل نادي يدفع دول ك رسوم للحكام على قسطين، القسط الاول والقسط الثاني، ويتوقف التسجيل لاي نادي لو ما دفعش الفلوس دي. بتتكلم في 10 مليون جنيه تم سدادهم قسط اول. فطبعا ايه المطلوب؟ هو تكمله كلام جيمي كمان يا كابتن اسلام، استاذ ثروت السويلي المسؤول رسمي في اتحاد الكوره اتكلمنا في الموضوع ده، بيواصل مرشح اتحاد الكوره الوسط، بيواصل مهاجمه كلاتنبرج، بيقول انا مش مقتنع بيه ومش هيضيف، ورغم ان التصريح الاولاني اتقال من فتره وسكت والراجل بدا يشتغل وبتاع، اتعاد مره ثانيه من حوالي 3 4 ايام. فواضح ان في يعني في جبهه داخل، وجبهه رسميه، ما بنتكلمش على اراء، لان اكيد على تراشق جماهيري من بره يعني. من بره الاتحاد. ايوه انت عارف ان اللي هو ثروت سويلم هو المرشح اتحاد الكره للرابطه. ايوه لان هو متواجد في الاثنين. انا لسه اصلا بتكلم في الموضوع ده اول امبارح، هو متواجد في الاثنين في يوم الاربعاء. طيب. هو اعلن رسميا في كل وسائل الاعلام رفضه، هو رفضه وشايف ان هو مش هيضيف شيء، وده معناه ايه؟ لكن انت تخيل كلاتنبرج اكيد في ناس ممكن يغلط، بني ادم طبيعي، اكيد طبيعي، ما هو بني ادم، انت بتزود الضغوط. تخيل بقى كلاتنبرج ده لو غلط غلطه هيتعمل فيه ايه؟ ما انا قلت لكم يا جماعه اذا كانت، بس انا بقول لك اهو، اذا كانت البدايه حتى هذه اللحظه الدوري سيبدا يوم الثلاثاء رسميا لا. مش اسلام ده دوري، الدوري هيبدا يوم الثلاثاء القادم، وحتى هذه اللحظه لم يتم صرف مستحقات الحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ده تقييد لشغل كلاتنبرج، لان انا كمدير للشركه او كرئيس للجنه الحكام اول حاجه هعملها ايه؟ هطلب يا جماعه كريم فلوسه متاخره وجيمي فلوسه متاخره، لو سمحتوا ادوا له الفلوس او نص الفلوس هنا نص الفلوس هنا، وقولوا لي ميعاد تاني ادي لهم الفلوس فيه. فاهم؟ فاكيد هو ده عمله على فكره، لكن حتى هذه اللحظه لم يتم صرف الحكام، وتطالب الحكام ان هم يبقوا كويسين، وتطالب كابتن ابراهيم نور الدين ان هو ما تزعلش مني بقى، ما هو احنا بنيجي على كابتن على الكباتن الحكام برضه عشان ما حدش يقول لك كذا، ولكن في نفس الوقت يا جماعه من فضلكم لازم يجب ان يكون هناك دور واضح او حد يطلع يقول لنا ايه اللي بيحصل، هي لماذا لم يتم صرف المستحقات الان؟ انا بصراحه طب خلاص مش هقدر اتكلم عن الحكام بعد كده، معلش يعني، ما تدي الحكام فلوسها، ما تدي الحكام المستحقات المتاخره، وبعد كده تبقى تتكلم. تعالى بقى هتقدر تحاسبه، ابراهيم نور الدين كابتن ابراهيم نور الدين عمل غلط، فبالتالي انا ممكن كلاتنبرج يجي يقول له كده، يقول له يا عم اديني بس الفلوس اللي عليك الاول او اللي على الاتحاد الاول. بس ده برضه مش مبرر يا كابتن اسلام ان هم يغلطوا، مش مبرر، ولكن انا بقفل كل اي حاجه بقى، ويمكن هي متسابكه قنبله موقوته لكلاتنبرج. ما هو ده اللي انا بقوله لك من الصبح. لا هو يعني حلوه قنبله موقوته دي، مفكر الناس بحاجه ومش هنحدد هنا كانت مسؤوليه مين، لكن افكر الناس بالواقع. اتفضل. في فتره لجنه ما فجاه اختفت كل الموارد الماليه واصبحت خزينه الاتحاد خاويه تماما من كل بنود الصرف اللي اقدر اصرف منها على المنتخبات والمدربين والتعاقدات وغيره، ومع قدوم لجنه اخرى فجاه دخلت كل الموارد، فلوس الرعايات وجزء من الموارد دخلت، وفجاه انتعشت الخزينه ومستحقات كانت لدى الغير دخلت، وفجأة كل البنود دي اتصرفت واتحلت. فقصة عدم تواجد وعدم وجود دخل يتم الصرف منه أو وجود دخل وما يتصرفش على الحكام، وجود قنبلة موقوتة، أسلوب اعتدنا عليه في الفترات الأخيرة، خاصة فيما يخص الحاجات اللي بتبقى قنبلة موقوتة زي التحكيم وزي لجان المسابقات وغيره. طيب سريعا جدا قبل ما نتكلم عن الأمور الفنية، كريم رأيك في المباراة امبارح؟ المباراة هي استمرار للشكل الجيد اللي ظهر بيه النادي الاهلي في تونس وبداية كولر. انا يعني اجزم ان احنا ما عندناش القدرة ان احنا نحكم بشكل نهائي طبعاً على كولر، ولا حتى الصفقات الجديدة للاهلي، ولا حتى شكل الفريق بشكل عام، الا بعد فترة من مباريات الدوري العام ربما تصل الى 10 مباريات. لكن في بشرة خير احنا حسنها من اول مباراتين، وفي واضح ان في ترجمة لفترة الاعداد الجيدة اللي عملها كولر، وكمان في نتائج مبشره لنظام اليوم الكامل اللي حطه كولر منذ مجيئه للفريق. وشفنا الفريق في تونس وصل
يعني لما نقول مثلا النادي الاهلي مثلا في تونس يعمل 652 تمريره قدام اتحاد المنستيري في تونس، ده يدينا مؤشر يعني فلسفه الفريق عامله ازاي. وطبعا شفنا الترجمه الاخرى بقى، ان احنا لما بدا النادي الاهلي مباراه العوده مهاجما من الدقيقه الاولى، شفنا المباراه السيناريو بتاعها مش ازاي، وطبعا ده هنستعرضه بقى في الحلقات معانا بشكل فني. السيستم، الراجل ده جاي يعمل سيستم، مارسيل كولر مليون في المية. أنا لست من المتعجلين أبدا بالحكم بالإجابة أو بالسلب على أي مدير فني، لكن مارسيل كولر بيرسي سيستم ونظام داخل النادي الأهلي، شكل لعب، طريقة، وبيحاول يزود الهارموني عشان يزود إتقان المخرج اللي خارج من الشكل ده. بنلاقي إنه خط الدفاع ثابت في المباراتين، بلاقي إنه المباراتين الافتتاحيتين في الموسم وعلاقته بجماهير النادي الأهلي وعلاقته بمسيرته في الموسم، لأن إحنا بنتكلم على المباراتين المفتاح لدوري أبطال أفريقيا والتأهل لدور المجموعات اللي لسه هيكون بعد يناير في شهر فبراير القادم. الراجل نجح فيهم إنه يفوز ذهابًا إيابًا بشباك خالية. إذن على صعيد النتيجة فالراجل نجح، على صعيد السيستم الراجل نجح. هناك بعض الحاجات تحتاج للتطوير، هناك بعض الحاجات تحتاج للوقت. مرحلة الإتقان للسيستم اللي الراجل طالبه والشكل والهارموني بتاع اللعب سواء في الخروج بالكورة أو الديناميكية بتاعة الخط الأمامي تحديدا تحتاج إلى مزيد من الوقت. مهم جدا الراجل داخل الموسم بشكل جيد، مركز، النظام جوه الفرقة، الشكل والمجموعة اللي بتلعب والعدد الكبير اللي خد فرصة في المباراتين، بيقول لك الراجل واعي كويس والقياسات اللي عملها في بداية الموسم فادته بشكل جيد، عارف رايح اللعيب امتى، عارف يشغله امتى. دي كلها بنسميها بشائر، مش بنحكم، لكن دي بشائر جيده جدا جدا لمارسيل كولر وللمجموعه اللي موجوده معاه، ان راجل قادر يشتغل بالمجموعه دي في مباراتين تاني امام منافس قوي، منافس محترم وصيف للدوري التونسي، خرجت بالفوز ذهابا ايابا مع تحقيق شباك نظيفه في المباراتين. اذا النجاح على صعيد السيستم حصل، النجاح على صعيد النتيجه حصل، طبعا منتظرين الافضل والراجل شغال على ده والهارموني هيجي بالوقت، فالناس تصبر شويه. اظن النتائج ان شاء الله هنتكلم تفصيليا على اللي حصل في المباراه بعد الفاصل. مش عايزين تفصيليا قوي، هنطلع فاصل وبعد هذا اللي حصل اللي حصل في اتحاد المنستيري بقى مش في الاهلي. طيب هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم تفصيليا على حاجات بقى هنتكلم فيها. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كريم ومحمد جمال هشرحوا لنا اهم الحالات الفنيه في مباراه الاهلي والاتحاد المنستيري. ابدا بكريم. تمام. طيب بص كابتن سلام، واحده من النقط الجيده لاي مدير فني هو تكرار عمل جمله او تكرار عمل اي شيء تكتيكي في المباراه الواحده. نعم. في حاجات كتيره بصراحه اتكررت في الماتشين دول، ولكن انا حابب اركز على نقطه وحيده وهي عمليه نقل الملعب اللي عملها كولر كتير قوي في تونس او في القاهره، وهدي مثلا منها في اللعبه دي، وواحده طبعا منها بصراحه عايز اشيد بصراحه برونو سافيو بالشكل التمرير اللي بيعمله بصراحه ممتاز جدا. أي. هنا اللي بيحصل ان بيتم تجميع المنافس في جبهه ما وبيتم تحويل اللعب على طول للجبهه الاخرى، وضع في الاعتبار ان طبعا كولر بيلعب 4-2-3-1 وبالتالي الخطه دي فيها جناح وفيها وراه فول باك. احنا طبعا السنه اللي فاتت كنا بنلعب 3-4-3 شكل مختلف، لكن الشكل ده في وجهه نظري هو اللي هنستمر بيه السنه دي، وعشان كده واحده من النقط اللي بتتعمل بشكل كويس جدا نشوف هنا مثلا في الحاله اللي معانا كل نظر لاعبي الاتحاد المنستيري كله متجه للجبهه دي على طول اوتوماتيك. اللاعب اللي معاه الكوره وهنا في الحاله دي معانا برونو سافيو واللي عنده بصراحه مهاره رائعه، مهاره رائعه في التمرير الطولي والتمرير العرضي من الخط للخط، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني بيعملها بشكل مميز وعملها كتير. على طول بيروح الكوره للجبهه الاخرى وبتفاجئ دايما المنافسين. الكوره دي شفتها كتير اتعملت في تونس، شفتها كتير جدا جدا اتعملت في ماتش القاهره ونتج عنها طبعا يعني هجمات خطيره، وكمان منها كمان الهدف الاول. ولكن مكمل اللعبه نشوف على طول ازاي هنا صعب جدا على الدفاع انه يلحق نفسه. كره زي دي لو متشاطه مثلا في زاويه من المرمى خلاص جول. ليه؟ لان صعب جدا ان الدفاع يعمل شيفتنج من بالنظر كده باصص على اليمين وهوب الهجمه اتنقلت شمال واتكسر كمان الاتجاه مره اخرى فعملت خطوره على المرمى. اسلوب عجبني جدا جدا من مارسيل كولر سواء ذهابا او ايابا. جيمي، النقطه الثانيه اللي عايزين نتكلم عليها يا كابتن اسلام، واحده من النقاط اللي واضحه جليا لكل الناس، الكرات الثابته والشكل اللي بيلعب بيه مارسيل كولر الكرات الثابته، في تكنيك واضح، نمط متكرر،
سواء في مباراه الذهاب يمكن كان في لقطه في الدقيقه 14 لبرونو سافيو، دخل الراجل خدها وشالها بشير بن سعيد، وازاي التفريغ بيحصل، الحجز اللي بيحصل على منطقه ال 18. نبتدي نمشي الحاله ونوقف هنا، نرجع تاني، رجع لي كادر واحد فريم واحد، انا عايزه ترجع فريم واحد، مشي 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 وقفها لي فريم بس 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 فريم هنا. الحجز هنا دايما في اتجاه الكوره في اثنين او ثلاثه لعيبه رايحين بعيد عن اتجاه الكوره، هي الكوره مش هتتلعب عليهم. طاهر محمد طاهر دايما بيشتغل انه يحط الكوره على الهاي بوست او على البعيده، ودايما علي معلول بيلعبها على القريبه. ليه؟ عشان في حجز بيحصل بعيد عنهم عشان افرغ للعب. اه في خطا من بشير بن سعيد في الخروج على الكوره، لكن تواجد حمدي فتحي في المنطقه دي مهم جدا جدا جدا. لما نيجي نبص على تواجد حمدي عارف ان طاهر هيحطها على الهاي بوست، ودي حصلت في الضربه الثابته اللي كانت في المواجهه زي ما قلنا بتاع برونو سابيو اللي خدها، حصلت في الهدف بتاع مباراة الذهاب كورة محمد عبد المنعم، وازاي علي معلول بيحطها على القريبة، وتحرك محمد عبد المنعم والحجز اللي حصل على ال 18 بيتكرر تاني وتالت ورابع كنمط الراجل بيشتغل بيه. من ضمن المميزات لده كمان انه انت في تنوع، بتحطها على هاي بوست او على البعيدة ازاي، بتحطها على القريبة ازاي، لما تكون الكرة في المواجهة لما بتتلعب بتروح في انهي زون، وهنا بتشتغل على الزون والمساحة. وده يحسب للمدير الفني ولا اللاعبين ان في تعليمات اتقالت وبطريقة ممنهجة، في نمط بيتكرر بشكل فيه تنوع، لانه انت ممكن لما تلعب على لعبه او اتنين طول الوقت تتحفظ فتبتدي الفرق تقفلها لك. لا، الراجل بينوعها ما بين الهاي بوست وما بين القريبه في الكور اللي في المواجهه. لما نروح كمان للكوره بتاع الكره المتحركه، الهدف الثالث للنادي الاهلي والتحرك بتاع حمدي فتحي، نقول هو الراجل كان واخد تعليمات بايه؟ الهدف الثالث للنادي الاهلي، وازاي كان الراجل حمدي فتحي واقف على ال 18، الحجز بيحصل بنفس الطريقه، الحجز بيحصل بنفس الطريقه، بس همشيها لي فريم بس وقف. لا رجع تاني، رجع تاني، معلش رجع تاني، رجع تاني بس وقف هنا، وقف هنا. اللعيب اللي واقف على خط ال 18 ده حمدي فتحي، الحجز حاصل جوه ال 18، انت شاغل مجموعه المدافعين نفس طريقه الهدف ونفس طريقه برونو سافيو، بتعمل حجز بمجموعه من اللاعبين، الراجل اللي على خط ال 18 ده حمدي فتحي هو اللي هيخش يقطع ويهرب من الرقابه لانه جاي من المواجهه وشايف الاتجاه بتاع الكره رايح ازاي، وقفها لي قبل بقى ما الراجل ياخدها، وشوف هو بيقف ورا المدافع ازاي علشان يلعبها. في دخل لعيب حجز له، كمل كمل فريم كمان، فريم كمان 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 فريم اللي بعده بس. اللعيب اللي حجز ده خد نظر المدافع الاولاني، وحمدي قاطع قبليه على طول لانه عارف طاهر هيحطها له فين قبل ما تتلعب الكره المتحركه. ده بيقول لك ايه؟ نرجع تاني هنا كابتن اسلام، انه الشكل والنمط في العاب كتير بتتعمل، لكن واضح التكليفات والتعليمات مين واخدها، اماكن التواجد، الزون، الكره هتتلعب فين، لما مين ينفذ، لما علي معلول ينفذ هتروح فين، لما طاهر محمد طاهر بينفذ هتروح فين، في اماكن التواجد او الزون اللي بيتواجد فيها اللعيبه اللي هتلعبها، مين اللي واخد التكليفات لما بتتعمل على النير بوست او العارضه القريبه، مين اللي بيقطع، لعيب محدد هو اللي واخد التكليف ده، كررت مره واثنين وثلاثه في المباراه دي ومباراه الذهاب، مين اللي بيقطع لما تتلعب على القريبه. ده في الاخر بيقول لك انه في تنوع، يعني مش شكل واحد احنا بنشرحه فبالتالي هو ده اللي بيتكرر، لا ده بيتعمل شكل واثنين وثلاثه واربعه وكلهم فيهم نمط. قبل بس بقفل مع حضراتكم، هل مباراه الاسماعيلي هتبقى صعبه كريم؟ طبعا مباراه صعبه جدا، واعتقد ان الاسماعيلي برضو مع يعني رئيسه مهندس يحيى الكومي عمل تدعيمات كتيره خلال الصيف، اعتقد هنشوف فريق مختلف عن اللي شفناه السنه اللي فاتت، وان كان طبعا برضو ده الموسم الثاني على التوالي النادي الاهلي بيواجه النادي الاسماعيلي في المباراه الافتتاحيه للدوري، فان شاء الله باذن الله باذن الله النادي الاهلي بالشكل الجديد ومع مدير فني جديد، واعتقد هو ماشي بشكل كويس والدنيا هاديه والدنيا مستقره، اتمنى ان شاء الله باذن الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يحقق نتيجه شبيهه باللي اتحققت في الاسبوع الاول السنه اللي فاتت، والفوز برباعيه نظيفه كانت دفعه كويسه، كنا نتمنى طبعا ان الموسم السنه اللي فاتت كانت بدايته كانت حلوه قوي، يعني اول ست مباريات بصراحه بنتكلم على هجوم كاسح للنادي الاهلي في ست مباريات قبل التعادل مع فيوتشر في الاسبوع السابع، ايا كانت الاسباب ساعتها يعني، بس خلاص يعني مش هنتكلم في الماضي كتير، نتمنى ان شاء الله السنه دي يبقى في شكل مشابه للست اسابيع الاولى مع استمراريه، واتمنى طبعا ان شاء الله ان شاء الله نشوف بيرسي تاو في المباراه، خصوصا بعد الانباء اللي اكدت ان هو سليم ونزل في التدريبات الجماعيه. مظبوط جيمي، الاسماعيلي عمل تدعيمات كتير، دعم في كل الخطوط،
لكن التدعيمات دايما مش مقياس. الانسجام بيحتاج وقت لما تكون انت دعمت بعدد كبير. طبعا الاسماعيلي دعم في الخط الامامي بياو انور، عبد القادر كوليبالي، بفراس شواط، ده في الخط الامامي، دعم باحمد محسن من سيراميكا، باسم مرسي طبعا في الخط الامامي، دعم باحمد محسن من سيراميكا، دعم بمحمد عادل من سيراميكا، صالح جمعه من سيراميكا، دعم في الخط الخلفي بنور نور الزمان الزموري من الصفاقسي التونسي، لعيب عنده الخبرات، واحمد محسن طبعا من سيراميكا، دعم على صعيد كل الخطوط بعدد كبير، ودعم وجاب مدير فني جديد، لكن مدير فني جديد مع عدد كبير من اللاعبين، ده بيقول لك ان المباراه تحمل الحالتين. هل اللعيبه دي دخلت وانسجمت؟ لان في لعيبه انضمت في اللحظات الاخيره من الميركاتو. هل اللعيبه دي دخلت وانسجمت وهتقدم المردود اللي بحجم هذه الامال اللي حطها جمهور الاسماعيلي، والمباراه هتكون اصعب، ولا الانسجام هيكون مفقود وبالتالي هيكون صعب؟ عشان كده بنقول عدد الصفقات هو غير محدد، بيديك عمق وبيخليك ان انت على اللونج تيرم او قدام شويه يبقى عندك الباك اب، ولو لعيب ما نجحش يبقى في لعيب تاني يقدر ينجح، لكن على الصعيد الفوري هو غير مضمون، لان الانسجام دايما بيحتاج وقت، سواء مدير فني جديد او عدد كبير من الصفقات وصلت ل 12 صفقه. اتمنى كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في المباريات القادمه. انا بشكركم شكرا جزيلا يا محمد، بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.